نعم، عضو رابطة الإدارة العامة إبراهيم نحالة، أهلا وسهلا فيك. اتصال يعني اليوم وسؤال واحد بترد عليه، أنتم متهمين أنه عم بتشلوا الدولة المرافق الدولة وعم تمنعوا الأموال من الدولة توصل على الخزينة، القانون ما بيسمح لكم. القانون نحن تجاوزنا المادة 15 من نظام الموظفين وقت اللي اعلنا الاضراب المفتوح بال 2011 لمده 33 يوم. كيف تجاوزتوها؟ شو يعني، شو بنقول يعني للراي العام كيف تجاوزتوها؟ يعني محيتوها، شطبتوها؟ نحن محميين بموجب الدستور، محميين بموجب القوانين الدوليه، محميين بمنظمه العمل الدوليه. نعم، ولبنان وافق على الاتفاقيه يعني مع منظمه العمل الدوليه. وشو بتنص الاتفاقيه اللي رح نحكي عنها بعد شوي؟ يعني انتم حيمين حالكم بالدستور وباتفاقيه اليوم الدوليه. صحيح، ونحن مش بس شايلين، نحن شايلين الدوله. اذا نحن متهمين هيك، شو عم تعمل الدوله بحق المواطن اللي شلت له حرته وشلت له حياته؟ يعني عنده أزمة كهرباء، عنده أزمة مي، عنده أزمة هاتف، عنده أزمة اتصالات، بنزين، قمح، طحين، من جميع الأزمات. طب هيدي مسؤولية مين؟ مش مسؤولية الدولة اللي عم بتشل حركة المواطن وحياته كلها سوا وحياة الموظفين بالوقت ذاته. طيب سؤال، اللي عم نضرب لكم محيمين، وإضرابنا بالوقت ذاته هو إضراب قصري وجبري، لأنه ما عندنا الإمكانية إنه نوصل على شغلنا. للأسف نحن رواتبنا ما عادت عم بتكفينا لنوصل على شغلنا. شو ناطرين اليوم من الاجتماع اللي راح يصير بعد الظهر إبراهيم نحال؟ هيدا الاجتماع لحديت هلا بل لسه أي جدية بالتعاطي بالموضوع. يعني عم يعطونا يعني صرنا 97% من رواتبنا بهذه المساعدة، نسترد 2% لل 5% وناخذ بدل نقل، وكل القصة هي لمدة شهرين فقط وبعدين نرجع بنشوف. يعني عمليا مش عم ناخذ شيء، وهيدا الموضوع بنرفض نحن كمان بحجه انه ما في واردات بالدوله. نحن بنرفض التعاطي بهذا الشكل مع واردات الدوله وعدم المس بالمستفيدين من املاك الدوله. مثلا يعني ايجارات الدوله رايحه للمستفيدين، حركه الترانزيت اللي عم بتروح بتفوت 700,000 دولار للدوله كمان ما عم بيمسوا فيها، هناك ضرائب مباشره وضرائب غير مباشره لازم تتصلح، هناك كثير اموال عم تجي للدوله مش عم يستفيدوا منها. وهيدا نحن بنرفض المس باموال بهالوضع هيدا، لانه نحن من حقنا انه ناخذ هذه الاموال. نعم، خليك معنا يعني خليك معنا معلش. اليوم رايمنا حال معنا وقت كتير، بده يسألك سؤال ضيفي المحامي إلي الصائغ، وبدك ترد كمان يعني بسرعه اذا سمحت. استاذ ابراهيم، الوقت اللي بتنتسبوا لنقابه لرابطه او لنقابه عندكم يعني انتم مرخصين هيدي الرابطه او النقابه، او بتجتمعوا يعني بحكم تحت مظله القانون، والكم حق كموظفين عامين انكم تجتمعوا من ضمن نقابه او رابطه؟ نحن عندنا علم وخبر بالداخليه وعملنا انتخابات شرعيه وقانونيه وسجلناها بالداخليه بالوقت ذاته، ونحن هلا بصدد التحضير كمان لانتخابات من هلا لاخر السنه. بس هلا انتم ما عملتوا انتخابات ويؤخذ عليكم، مشان هيك مش عم يدعوكم للاجتماعات لانه بيعتبروا انه الرابطه. بنعمل اجتماعات، رابطتنا شرعيه، نستمد شرعيتنا بموجب القانون وبموجب الاستمراريه. نحن نستمد شرعيتنا بموجب يعني ارتفاف الموظفين حول الرابطه وحول مشروعيتها. نحن حندعي لانتخابات قريبة بهالفترة. شكرا. أكيد مش متهربين من هيدا الوضع، هيدا شيء قانوني ونحن حنعمله بالشكل الطبيعي من هلا لآخر السنة. شكرا لك إبراهيم نحال، عضو موظفي الإدارة العامة.